دوليا وفي المغرب ما زال نظام المخزن يتغول على شعب مستضعف لا حول له ولا قوة في بلد تكاد تنطق فيه ظروف المعيشة للمواطنين الذين ضاقوا ذرعا بسياسة الجلادة واختاروا الموت على حياة غير مأسوف عليها ما دامت معاناتهم صامتة متى تكلمت. والله ما كتكتني في النار حق عيط الرحمن فلفل ب 1000 فرانك كوجي 360 مطيشه ب 300 البصله 160 انت فين العاده باش شحور حنايا كنا كنا في 300. هذا ماشي موقع ديال الدباب الالكتروني ولا موقع ديال المواقع الاجتماعيه ديال التلفازه الرسميه الجزائريه جزائر 3 الثالثه يعني التلفازه ديال الكبرانات غنشوفوا هذه المعيشه اللي غاليه في المغرب واللي حنا تندو بها كل يوم كيفاش دايره في الجزائر ونعود. يسكن في الميريكان ولا في كندا ولا في اسبانيا فرنسا انجلترا هولندا بلجيكا المانيا ولا الانجليز يمكن لك تمشي دابا تيليشارجي طاب طاب ساند اما في ابل ستور ولا في جوجل بلاي عندك واحد البونوس ديال 5 اورو في اوروبا و10 دولار في الميريكان بالكود برومو او بي 23 توصل يعني السيده اللي صيفطت لها بس ام اس تمشي الكاش بلوس قريبه ليها وتدخل الفلوس ديالها اللي بغات في بسهوله يمكن لكم تصيفطوا 3000 اورو يمكن لكم تصيفطوا مباشره في اي كونت ديال تجاري وفا بنك. اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو الجديد اللي نخصوه مره اخرى مع كل اسف للتطاول اللي تدير القنوات الرسميه الجزائريه على المغرب في كل مناسبه. اليوم تكلموا على غلاء الاسعار في المغرب وهذا ما تيجعل الشباب المغربي يهربوا من المغرب. حاولت نمشي نشوف في نفس القنوات الرسميه شنو يقولوا على المعيشه في الجزائر. نشوفوا هذا الشيء نشوفوا هذه المراه هي الاولى ماذا تقول المراه عجوز جزائريه. غاليه بزاف الفاكهه غاليه بزاف الخضره جديده غاليه بزاف. نمشي ونشوفوا الى بغيتي ويا سمحتي يعني التفاصيل ديال هاد المعيشه كي دايره في الجزائر ودائما بشهود من الجزائر شاهده من اهلها يعني ماشي تما نصنعوا حتى حاجه. يا خويا اسعار مرتفعه جدا صافي ما استطاع اليه سبيل زوالي مستحيل يشري اصحاب الدخل الضعيف من المستحيل تقريبا من المستحيل جينا نلقاها ب 40000 البارح اليوم راه ب 44000. الاسعار تاع اللحوم البيضاء يعني الدجاج اليوم راه ب 44000 راه مش متناول المواطن العادي البسيط واللحوم الحمراء هذيك ما نحكوش عليها كاع تين الخروف وصل حتى 1900 دينار الناعجه اللحم الناعجه وصل حتى 160000. الجلبانه اليوم راه ب 25000 والطماطيش 15000 اللي عندي سلك زوج ملاين راه والو مسكين راه منحط تماما الى الارض. الحمراء 200000 195000 الدجاجه راهي تسخم لك ب 120 125000. هادشي ماشي حنا اللي تنقولوا هذا جزار جزائري يتكلم على غلاء المعيشه. نشوفوا في اسواق ارخص اسواق في الجزائر شنو هو الثمن ديال الخضره. القرعه 11 درهم مطيشه 13 درهم الليمون كي داير 18 درهم الفلفله ميته 15 درهم الجلبانه ب 24 درهم والليمون ب 26 درهم الكريكو ب 37 درهم الثومه ب 45 درهم فاصله 33. حنا كل يوم تنتكلموا على الغلاء المعيشه وتجينا ماشي معقوله ونتظاهر وننتقد ويعني عرفتي كل نهار الحكومه المغربيه تتفيق في الصباح على غلاء المعيشه وعلى سخط الشعب المغربي على غلاء المعيشه شيء عادي في دوله فيها الحراك العادي الطبيعي بين الشعب والحكومه اللي مسؤوله عليه. في الجزائر باش تشوفوا ماذا تقول المذيعه الجزائريه الجميله الحسناء تجينا داكشي غريب يعني في الجزائر غلاء المعيشه ما فيه حتى مشكل وفي المغرب اللي فيه مشكل وفي المغرب اللي تيجعل الناس يهربوا من المغرب ومن المخزن و و و و والكبرانات اللي داروا رزق الجزائر كله وداروا حبل وبونت ما نتكلموش عليهم لان خدامين معاهم وتنصبروا هي شي تقارن ديجا وفره المعيشه في المغرب لا مقارنه لها بالجزائر. اما الاسعار
يمكننا نشوفوا بان كاين شي حوايج حنا غلا منهم شويه، كاين شي حوايج هما غلا منا شويه، ولكن تبقى يعني بلدين يعيشان في نفس يعني الظروف العالميه اللي جعلت المعيشه تغلى. على الاقل في المغرب تجبر جميع الخضر والفواكه واللحوم والدجاج والسمك بوفره في الاسواق، غاليه معقوله ما متفقش مع الغلا ديالها، لا نناقش هذا، ولكن ما تنوضوش نقولوا راه الجزائر هي السبب، ولا تمشيو نديروا ريبورتاج على الجزائر وحنا ناسين راسنا اللي تتكون دارو كلها جاج، ما تضربش الناس بالحجر جيران بالحجر. الان الجزائر تعرفوا يضربوا بالحجر الجيران، فقط ما يفكروا في المشاكل ديالهم، فقط يعني الشعب العادي اللي بحال الشعب المغربي هو تيتكلم بكل عفويه، لا المراه لا الرجل لا رجل اخر لا الجزار، كلشي يتكلم بعفويه على غلاء المعيشه، شيء عادي وعادي جدا. قبل ما ننهي هذه الحلقه نخليكم مع الروبورتاج دائما التلفزه الرسميه الجزائريه حول غلاء المعيشه بصفه عامه في الجزائر. الى اللقاء. في سوق دير خادم الشعبي وسط العاصمة الجزائر تسجل الأسعار أعلى مستوى لها منذ أسابيع، ضيق الحال وقلة ما في اليد ينعكسان على وجوه الزبائن، منهم من يشتري في آخر ربع ساعة بعد محاولات حثيثة لخفض السعر مع البائع. يما اللحم ما يقدروش يشرو غالي بزاف، الفاكهة غالية بزاف، الخضرة جديدة غالية بزاف.